كلام خفيف مع شريف مبكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مره ثانيه وخلونا كده نرحب بضيفنا النهارده ومشرفنا ومنورنا اللي بيعمل لنا موسيقى في الحقيقه بتحل كل الاعمال الفنيه والبرامج كمان. خلينا نرحب بالمؤلف الموسيقي استاذ تامر كروان. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ شريف. لا ما تقولش استاذ. حاضر شريف. على طول اشكرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. من دراسه الهندسه في الجامعه الامريكيه للدخول لعالم المزيكا. ده من زمان قوي. مش قوي يعني حصلت ازاي؟ لا مفيش. انا يعني وانا صغير المزيكا جزء من حياتي يعني. انا وانا صغير ابتديت العب سماعي بدري قوي واهلي كانوا مهتمين قوي انهم يعلموني كمان مزيكا. كان عندكم آلة موسيقيه في البيت؟ كان في بيانو. كان بيانو عند جدتي. وكان في انا ابويا جاب لي يعني مؤقتا جاب لي كده زي اللي هو بيسموه اورج يعني اللي هو كيبورد. فكان ما بين جدتي البيانو والكيبورد في البيت ابتديت بقى ان انا انمي الموهبه يعني. بس دخلت هندسه عن اقتناع. لا عن اقتناع. اوكي. وبعد كده عملت الشيفت للكارير ولا ايه اللي حصل؟ لا بص هو الشيفت ده حصل لي ان يعني انت لو انت وانت في مدارسنا الجميله ما بتبقاش عندك الرؤيه الواضحه اللي انت عايز تبقى ايه. ما بتعرفش تكتشف يعني بيبقى عندك كويس. بيبقى عندك انت يعني اوريدي موهبه واتجاه معين وربنا بيزقك في حته وانت برضو ايه ال ما تفهمش بقى peer pressure social norms نفسها بتوجهك ان انت او رؤيتك المحدوده طبعا في الفتره دي ان انت يعني وجهتني ناحيه هندسه. انا بحب الهندسه برضو يعني. يعني كنت بحب الرياضيات جدا وكنت بحب الهندسه الفراغيه والتفاضل والتكامل والحاجات دي جدا. أوكي. انا بحس دايما ان الواحد يبقى فنان كده ملوش يبقى في الحاجات الثقيله دي. لا والله يعني انا بالنسبه لي كانت الحاجات دي بتكمل بعضيها يعني لان يعني المزيكا حتى فيها رياضيات كتير جدا يعني صحيح. يعني فكره الهارموني والوقت والكاونتنج والحاجات دي كلها كل ده هندسه يعني كل ده هندسه كل ده رياضه حسابات يعني هو صح. اللي اخترع ال 12 نوتة اللي احنا شغالين عليهم لغاية دلوقتي ده بايثاغورس اللي هو فيثاغورس يعني اللي هو ابو الرياضيات يعني. صحيح. فهي نفس الحكاية. عندك حق جدا. طيب بدأت في عالم المزيكا سنة 99 مظبوط كده فيلم المدينة للمخرج يسري نصر الله. تمام. عايز اعرف يسري نصر الله مش بيختار اي حد يشتغل معاه وفيلم المدينة فيلم مهم فعلى اساس ايه تم اختيارك وانت لسه في البدايه في حاجه كبيره زي يعني انت ما شاء الله يعني اتولدت في عالم الموسيقى في حاجه كبيره قوي ومع مخرج عبقري. طبعا يسري مخرج كبير وكان بيعمل فيلم انا شايف انه كمان من اصعب الافلام اللي اتعملت يعني انه فيلم اول فيلم يتعمل تقريبا بالتقنيات الديجيتال. كان تجربه جديده كان في ممثلين جداد كان في يعني باسم سمره بسمه عمرو سعد يعني كلهم كانوا جداد سعد وكان فيلم جريء ومختلف وفيلم جريء جدا وكان محتاج نوعيه مزيكا معينه و الحقيقه ان انا صادفني الحظ ان انا قابلت يسري. انا كنت ساعتها شغال في هيئه الاذاعه البريطانيه في لندن فقابلت يسري في اجازه من اجازاتي. كان صديقي تامر عزت بيمنتج معاه فيلم صبيان وبنات اللي هو الفيلم التسجيلي بتاعه. فالمهم اتعرفت عليه وبعدين لما رجعت مصر بقى كان هو بيحضر لا كان اوريدي بيمنتج فيلم المدينه. طب معلش انا عندي استفسار في حاجه انا نسيتها. حضرتك درست موسيقى في لندن؟ درست في لندن وهنا يعني في نفس فتره بقى دي في تقريبا سنه من 94 ل 98. اوكي يعني دي الفتره اللي كنت قاعده في لندن يعني. طيب وبدايتك في الموسيقى كانت في فيلم المدينه ليسري نصر الله. ايوه صح كده. صح. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ انا نسيت. كان بيمنتج فيلم المدينه وتامر عزت برضو اللي كان بيمنتجه فتامر اقترح عليا وعارف كان يعرفني كويس والمزيكا بس انا لسه ما كنتش اشتغلت بس انا كنت بالف يعني كنت عملت شريط اغاني كده وكان هينتج وفشل وهكذا يعني بس كان في محاولات يعني فتامر المهم قال ليسري تعال نجرب ما تيجي نجرب تامر يعني يعني فقال له تمام فاداني مشهدين قال لي اعمل المشهدين دول لو تمام تكمل نكمل
لو مش تمام ما مش هنكمل. بس أوكي. عملتهم وكملت. طب انا عايز اسالك حاجه، كان هل من الصوره ان انت تشوف مشاهدين بس من الفيلم وتقدر تعمل لهم ميوزك، مش المفروض تقرا الفيلم كله؟ طبعا أو... قريت السيناريو. انت قريت السيناريو وبعد كده شفت بس المشاهدين. اداني مشهدين بحيث ان انا ايه يعني قريت السيناريو واتفرجت على ما تم مونتاجه، وبعدين اداني مشهدين اشتغل عليهم سبيسيفيكلي المشهدين. عجبوه جدا. عجبوه جدا وكملت. هسالك بقى السؤال اللي انا عايز افهمه. شور. ازاي بتعمل الموسيقى لعمل سينمائي، مش هتكلم على التلفزيون دلوقتي. أوكي. عمل سينمائي ازاي بتعملها؟ ازاي يعني هل بتقرا السيناريو بعد كده يمنتجوا الفيلم كله بعدين تخش انت تحط الميوزك بتاعتك؟ ايه اللي بيحصل؟ طبعا لازم السيناريو يتقري، يعني لازم تفهم انت بتتكلم عن ايه، لازم تقعد مع المخرج قعدات مطوله كتيره جدا ان انت تفهم منه هو يعني ايه دور المزيكا في الفيلم. ده مهم جدا قبل ما تبتدي تشتغل، لان ولازم تقعد معاه تفهم برضو يعني conceptually هو المزيكا ايه، يعني هتضيف ايه، لا وكمان نوعها هيبقى عامل ازاي، يعني هل هي موسيقى كلاسيكيه، موسيقى اثنيك، يعني ده بقى مين اللي بيحدده؟ احنا الاثنين. اوكي. حضرتك يعني المخرج. لان هي بتبقى عمليه تعاونيه شويه، لان انا عندي النو هاو وهو عنده الفيجن الكامله بتاعت هو شايف الفيجن، فهو بيبقى عنده اقتراحات للمزيكا، بس تنفيذها ده ممكن انا اديله اقتراحات تانية لحاجات احلى. هو ما يكونش عنده الخبره الكافيه ان هو يقولها لي. يعني ممكن نتفق هنشتغل كلاسيكال، بعدين وانا شغال في الفيلم الاقي ان الفيلم مش مديني الاحساس ده، فابتدي اشتغل بطريقه تانية واسمعه وهكذا لغايه ما يا اما انا اقتنع يا اما هو يقتنع. يعني هي دي الطريقه. مين بيكسب؟ لا ما في عاده، يعني احنا الاثنين بنكسب، يعني في 90% من الوقت انا والمخرج بنكسب. ايه اكتر فيلم لما قريته غلبك عشان تعمل له ميوزك؟ باب الشمس يوسف نصر الله. اوكي. برضو غلبك ليه؟ لانه يعني هو موضوع قريب مننا جدا، قضيه فلسطين والنكبه وبيبتدي من النكبه وينتهي عند او بيكمل لغايه اوسلو. لغايه اتفاقيه اوسلو. فهو عباره عن، وقصه طبعا الياس كوري، فقصه قويه جدا، والسيناريو مكتوب من ثلاثه يعني عباقره. فالفيلم صعب جدا، فيلم موسيقته ممكن توديك مناطق فولكلوريه جدا، ممكن توديك مناطق عالميه جدا، بس فانت لازم تعمل توازن ولازم تبقى عندك رؤيه محدده للمزيكا فيه ايه، ويبقى في هارموني بقى مع كل ده. انت بالظبط كده في عامل كذا نوع من المزيكا، فلازم كل ده يبقى متضفر مع بعض كده. دي اصعب حاجه. اعتقد ده كان من اصعب الافلام. ده قعد تقريبا، قعدنا نشتغل فيه حاجه بتاعت 6-7 شهور يعني. ده يعتبر فتره كبيره. طبعا كتير جدا. أوكي. بس هو الفيلم 4.5 ساعات برضو يعني. طب خليني بقى ارجع واتكلم شويه معاك عن المزيكا. اوكي. انا لو ركبت عربيتك ايه نوعيه المزيكا اللي هلاقيها عند استاذ تامر؟ هتلاقي عندي مزيكا، هو يعني في العربيه ما بسمعش مزيكا قوي يعني. بحاول بسمع الراديو كتير يعني. بس لما بسمع مزيكا بسمع كلاسيكال كتير، بسمع جاز كتير، بسمع بحب الروك جدا، بحب البيج باند جاز. ده كل ده غربي مفيش شرقي خالص. بحب عبد الحليم، بحب فريد الأطرش جدا، بحب حاجات بليغ كلها. وردة. بما فيهم وردة. يعني اي حاجة كان عملها بليغ. اوكي. بحب محمد هاوزي جدا. اوكي. مين تاني بنفتقد دلوقتي النوع دي؟ يعني انت اصلا بتتكلم طبعا على فطاحل. كلهم وكمان كل ما اغانيهم ومزيكتهم بتقعد كل ما بتحلو اكتر في الحقيقه. بنفتقد ده دلوقتي النوعيه دي من الميوزك اللي هي او الاغاني والموسيقى اللي يعني نتمنى ان الاجيال بعد كده تقعد تتكلم عليها زي ما احنا قاعدين نتكلم عن محمد فوزي وعبد الحليم حافظ. والله بص، هو مش هكذا، هو العالم اتغير يعني. حتى في الغرب دلوقتي يعني كان زمان في فرانك سيناترا ودين مارتن ويعني وكولترين، ويعني في ناس دلوقتي ما فيش. دلوقتي في برضو زي ما عندنا في اللي هو اللي هو الدارج البوب المينستريم، هو ده الموجود. وده بس ده كان اياميها المينستريم بتاع المجتمع ده. بس كان راقي قوي. ما كان راقي وبس، كان في حاجات تانية برضو على الهامش برضو نفس الحكايه. طيب هرجع مره تانية لشغل حضرتك. قول لي كده، ايه الفيلم اللي انت سمعت الموسيقى الخاصه بيه وانت ما عملتوش وقلت انا كان نفسي اعمل الفيلم ده؟
فيلم اي فيلم يعني فيلم الحقيقه فيلم شوشانك ريدمشن يعني اوكي يعني من احلى الافلام اللي ممكن تعمل لها مزيكا اوكي يعني بس الحقيقه ان ديفيد ارنولد عمل مزيكا حلوه جدا يعني طب في الافلام العربي اللي هو مش فاكر اسمه اللي هو بتاع كمال الشيخ اللي هو البنت اللي كانت جايبه لباباها الدواء وفي سم اسمه لا مش فاكره بس ده فيلم كان يعني كنت تحب تعمل كنت احب اعمل الموسيقى بتاعته جدا كانت هيبقى فيها سسبنس فظيع كان هيبقى فيها سسبنس ويبقى فيها لعب على مشاعر الجمهور هي متهيالي انا مش فاكر بالظبط المزيكا بس متهيالي المزيكا مش اوريجينال ميوزك متاخده من اسطوانات اوكي لو اتعمل له موسيقى حقيقيه والله دي فكره الواحد يعملها انا شفت بقى يلا طيب الفرق بين عمل في السينما حاجه بتعملها للسينما وحاجه بتعملها لمسلسل درامي وانت في المسلسلات عملت لنا حاجات حلوه قوي بصراحه فرق في طريقه العمل يعني الفيلم انت بتشتغل على ساعتين متمنتجين جاهزين قدامك انت بتشتغل على الصوره فبالتالي كل الموسيقى بتاعتك بتبقى بالكلمه الانجليزي synchronized يعني متوافقه مع الصوره جدا يعني انت بتالف على الصوره بتالف على حركه الكاميرا بتالف على اداء الممثل في المشهد ده يعني فاهم قصدي المسلسلات عشان طبيعه انتاج المسلسلات عندنا صعب جدا في الوقت وفي الانتاج المادي كمان فبنضطر ان احنا نشتغل بنظام التيمات الموسيقيه يعني مثلا ايه بنقعد انا والمخرج نتناقش مطولا ونقرا الحلقات اللي خلصت طبعا ولو في مشاهد اتصورت واتمنتجت باخدها واشوفها لان لازم اشوف برضو طبيعه ايوه عايز اقول لك ان مسلسلات رمضان مثلا انا مش عارف يعني ده بيحصل ازاي في ساعتها يعني بيخلصوا بيبقى رمضان وهما ماشيين أيوة معاه فانت كل بقى حاجه يخلصوها حضرتك تتفرج عليها وتبتدي تحط الميوزك بس انا لا مش كده ما لازم يعني انا بحاول ابتدي انا من بدري شويه يعني بالعكس بقى يعني الفيلم انت بتبتدي بعد مرحله المونتاج المسلسل لا المسلسل لازم تبتدي في مرحله التحضير تفكر هتعمل ايه في الورق صعب قوي صعب جدا طبعا بس ايه عقبال ما بتوصل لمرحله ان انت تشوف صوره بتبقى على الاقل عندك تصور واضح اللي انت عايز تعمل ايه في المسلسل ده فبالتالي تبقى اسهل يعني اوكي ايه اكتر المسلسلات اللي عزيزه عليك وعملت لها الميوزك بتاعتها وكنت مبسوط بيها قوي والله بص الاجابه واضحه من تجاوب الناس هو ذات وسجن النساء واحده الغروب الثلاثه دول ذات احنا سمعنا اجزاء في الاول من الموسيقى اللي جوه المسلسل دولت اكتر 3 4 دول اكتر 3 يعني ولا وفي مسلسلات يعني حاجات كتير قوي في تحت سيطره برضو المسلسلات المهمه في بين عالمين لسه شغال دلوقتي في نوعيات مزيكا مختلفه بس يعني عجباني جدا وفيها شغل مع المخرج كتير قوي بقى طيب كلمني شويه عن واحه الغروب مسلسل تم عرضه في رمضان اللي فات وتتر المسلسل والموسيقى المسلسل كانت مكسره الدنيا قوي وفي ناس كتير قوي اتشدت قوي للمسلسل بسبب الميوزك اوكي فاحكي لي كده ده حصل ازاي يعني بص يعني ده حصل يعني اقول لك حاجه انا زي ما اقول لك غرقت نفسي في المسلسل تعمقت جدا لان انا يعني عملت ريسيرش كتير جدا على الفتره ابحاث عن نوعيه الموسيقى الاغاني اللي كانت بتتعمل يعني حتى احنا ده ما تذكرش كتير بس احنا يعني انا خدت في اغاني جوه المسلسل اغاني الفتره القرن 19 موجوده دي احنا نفذناها من اول وجديد يعني بطريقه العصر بس دي حاجه تانية غير الموسيقى وسافرت سيوة مرتين مع الكرو اثناء التحضير واثناء التصوير كمان كل ده بيدي في الاخر بيديك احساس الموضوع اكتر بكتير المسلسل ده بالذات عشان قرن 19 انا اخترت ان اسجله كلاسيكي جدا ده عايز اوركسترا ضخم يعني احنا ساعتها ما كانش موسيقتنا الشرقيه يعني ما ينفعش تعبر عن الزخم التاريخي او الزخم القصه اللي موجود في سجلته بره مصر انا سجلته في سلوفاكيا باوركسترا صغيره مش اوركسترا كبير لان هو في الفتره دي
الاوركسترات كانت اقل يعني ما كانتش بالحجم اللي هو الـ الـ احنا بنتكلم في الاوركسترا دلوقتي من 60 ل 120 عازف على حسب تصنيفها. فانا سجلت باوركسترا تقريبا حاجه بتاعت 40 عازف اوكي اللي هي فده بيدي احساس الفتره اكتر يعني حتى لو الموسيقى كلاسيكيه. المسلسل برضو التتر الخاص بيه فيه صوت وائل الفاشني. مين اللي اختار وائل؟ انا اللي اخترت وائل. وصوته اصلا كان ماشي مظبوط قوي مع ستايل الميوزك. بص وائل صوته اصله فيه صوت صوت مصري قوي اصيل قوي. يعني وصعيدي اصيل وفي نفس الوقت انا بحب الاداء المصري في الـ في الـ في الـ في قراءه القران والتواشيح وبالتالي بس انا بحاول اجرده من ده من صحيح بس باخد الروح دي من وائل فعشان كده اخترته. ايه رايك نسمع تتر واحد الغروب ونرجع نكمل مع حضرتك؟ نسمع تتر واحد الغروب خليكم عندنا لو سمحت. كلام خفيف مع شريف مبكور على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مره تانية ومره تانية بنرحب بضيفنا النهارده مشرفنا ومنورنا المؤلف الموسيقي استاذ تامر كروان. اهلا بيك. اهلا بيك يا شيخ. بقول لك ايه، في ناس كانت فاكره ان الفاميلي نيم بتاعك مش كروان وان انت عشان موسيقي بقى وكده، منهم انا بقى ما تضحكش. فيعني ده بس طلع ان الفاميلي لا اسمع كروان. طيب خليني اسالك، عملت برضو موسيقى لبرامج. اوكي ازاي برضو تعمل موسيقى لبرامج؟ موسيقى البرامج بتبقى يعني يعني لازم ليها يعني مواصفات معينه. بمعنى لازم الموسيقى تبقى قصيره جدا وفي نفس الوقت تبقى الميلودي بتاعها يعني محبب وكاتشي جدا بحيث ان هو يحبب الجمهور اللي قاعد اللي هو ده سمع التتر فيروح يتفرج على البرنامج، يعني ده اكنه اعلان يعني. وطبعا بيبقى فيه بقى كلام مع المنتجين البرامج على او المخرجين بتوعهم على يعني ايه نوعيه البرنامج عايزين نعمله ازاي، يعني مثلا زي البيت بيتك اللي انا عملته من فتره. فده برضو كان اول برنامج كبير قوي زي كده يتعمل توك شو من قد ايه وانا فاكرها كويس قوي. والمزيكا يعني عملت صدى جامد قوي عند الجمهور، ما حدش كان عارف مين اللي عاملها طبعا بس. يعني ما طلعتش ضيف عندهم مره؟ لا ولا مره. ايه ده غريب. انا لو بروفايل اصلا. جميل، انت راجل جميل ومحترم بصراحه. فال هو كان البريف كان محمد ياسين ساعتها هو ومحمد هاني الله يمسيهم بالخير كلهم، محمود بركه ومحمود بركه. كان الموضوع عن البيت المصري بس بطريقه جديده تناسب العصر وفيها يعني تفاؤل وفيها، فده كان الاتجاه والحمد لله ربنا وفقنا فيه. انا لسه كنت في برنامج ضيف فيه من كام يوم وانت اللي عامل المزيكا بتاعته. انا وانا سمر يوسف. طيب غير البيت بيتك كمان ايه اشهر البرامج اللي انت؟ العاشره مساء. العاشره مساء طبعا فظيعه الميوزك بتاعته. وقناه النهار صح. كلها تقريبا صح. طيب انا عمري ما سمعت ان انت عملت موسيقى لاغنيه بتاعت مغني بيغنيها عادي يعني في البوم في او في كليب او لا. ليه بقى؟ بس دي غريبه قوي يعني، انت راجل الموسيقى بتاعتك حلوه جدا، حلوه قوي يعني زياده عن اللزوم. الله يخليك. فازاي ما تعاونتش مع اي حد من المطربين؟ لا بص يعني انا يمكن مزيكتي بتخوف شويه. ليه؟ لان انا نوعيه المزيكا بتاعتي اللي هي مزيكا فيها 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 اوركستريشن كتير، فيها توزيع كتير وفيها اصاله وحداثه مع بعض مش عارف ازاي. ماشي يعني تمام، بس دي بتخوف شويه يعني فعلا؟ مش بسيطه واخد بالك، فدي ممكن تخوف المطربين شويه. بس ايه يعني انا عملت مثلا في باب الشمس يبكي ويضحك اللي غناها الشيخ زين محمود وليها صدى جامد عند الناس يعني. وعملت كذا تتر المغنى لمسلسلات يعني ريش نعام. بس واضح انت مش عايز تتعاون مع لا مش عايز تتعاون، هي بس النقطه ان انا بؤمن بالتخصص يعني. عارف لما اعمل اغنيه كل سنه او كل 3 اشهر مره او كل 6 اشهر مره ماشي، لكن ان انا يبقى دي هي المين مجال التأليف بتاعي
ما بحبش ده. طيب عملت اعتقد برضو حاجات الاعلانات بس مش هينفع نقول من زمان بس مش هينفع نقول بقى اسامي بس انا بطلت اعلانات ليه؟ انا بقولها على الهواء ليه؟ لا ما يعني ما مش ما انبسطتش لا انا عايز اعرف السبب لا عشان في الاعلانات يعني انت في الافلام بيبقى فيه مساحه ان انت تفكر الاعلان لا مش حكايه الوقت الاعلان وقت تنفيذ الموسيقى او تاليف الموسيقى يعني هو دايما الاعلان بيجي يلا على اخر لحظه عايزين نعمل اعلان بما انه 30 ثانيه فقدامك يوم او يومين ده طبعا انت لا افكارك بتبقى درافت لا كلها ما تحسبش كده طبعا مش معناها انها 30 ثانيه يبقى يديك ودايما يومين. بيبقى فيه حكايه يقول لك عايزين ريفرنس يديك مزيكا عامل زيها لا تجاري ما اعملش زيها تجاري لا انت راجل بتاع مزيكا فاكيد مش هتقلد حد بالزبط. يعني بالظبط طيب هل في اي عمل من الاعمال انت عملتها سواء في البرامج او في السينما او في المسلسلات انت مش بتحبه لا انا بحبهم كلهم ساعات صراحه ممكن ساعات ممكن تنسى حاجه من انت لا يعني حتى لو انا مثلا في ما اقدرش انفذه بال يعني ما بحبوش بمعنى ايه ان انا ما اقدرش انفذ الف المزيكا اللي انا حابب ان انا الفها يعني في ساعات بس ان انا ما احبوش كان ما احبوش دي يعني ده ستيتمنت ما اقدرش اقوله يعني لكن ساعات بقول ايه انا قصرت في ده او ان انا ما يعني ما طلعش كل اللي انا عايز يطلعه في الموسيقى دي يعني. اوكي كان مره حضرتك قلت ان التخت الشرقي ما ينفعش يعمل موسيقى تصويريه ما ينفعش ليه لانه تخت شرقي يعني التخت الشرقي ثلاثة بيبقى لا مش ثلاثة يعني حتى لو اوركسترا شرقي ايه المشكله في الـ الموسيقى الموسيقى الافلام او موسيقى المسلسلات بتحتاج ابعاد فوق بعضيها يعني او لايرز من المشاعر احنا عندنا الموسيقى الشرقي البحته اللي هي تنتمي الى التخت او الفرقه الموسيقيه الصغيره ما فيهاش التوزيع البوليفوني او اللي فيه هارموني يعني ايه بوليفوني يعني في الحان انا بسال بس مش عارف يعني مثلا ايه في لحن رئيسي وفي كذا ثلاث او اربع الحان متداخله معاه متناغمين مع بعض فبيخلقوا لك حاله الاوركسترا اللي هي الصوت الالحان المتداخله دي بتديك تداخل مشاعر اكتر واخد بالك لكن في اللحن الشرقي لحن واحد الفرقه بتلعب اللي بيغنيه المغني واخد بالك ودي ثقافه من ايام ما اخترعت الموسيقى في عند العرب يعني. بتغني بتعزف اللي بيغنيه المغني بالظبط كده هو اللحن ده هو اللحن ده ما عدا اللازمه الموسيقيه اللي هي بتبقى فواصل ما بين الغنى ما ينفعش طبعا اي ما هو اقول لك التخت الشرقي الطريقه الشرقيه البحته في التاليف الموسيقي ما تنفعش مع الموسيقى التصويريه التخت الشرقي عندنا ما حصلوش حداثه لا ما حصل له طبعا ما هو احنا دلوقتي في عصر يعني مثلا لو هناخد مثلا حاجه زي سجن النساء ما ده حاجه شرقي بس ملعوبه ازاي او طريقه توزيعها ازاي طريقه توزيعها بالطريقه الغربي اللي هي فيها تداخل الحان هتلاقي الكمانجات الاولى بتلعب حاجه والكمانجات الثانيه بتلعب حاجه والفيولاز بتلعب حاجه طيب قولي بقى يا سيدي الفاضل انت بتحضر لايه دلوقتي انا شغال حاليا لسه راجع من سلوفاكيا كنت بسجل برضو سلوفاكيا بسجل بسجل مسلسل انا هروح معاك المره الجايه تعال انا شهير انا الخائن اخراج احمد مدحت بطوله ياسمين رئيس واحمد فهمي ده السجل ولسه بسجل تاني فيه يعني عندي الاسبوع الجاي ده اللي شغال فيه حاليا وبشتغل على فيلم اسمه فيلم سعودي اخراج محمود الصايغ فيلم سعودي اللي عمل فيلم بركة يقابل بركة ده فيلم اسمه عمرة والعرس الثاني فيلم انا شايف انه مهم جدا وفيلم كويس جدا يعني الحقيقة فيلم يعني مش فيلم يعني فيلم مهم للثقافة السعودي نفسها كمان اوكي انت النهارده شرفتني ونورتني وانا مبسوط اني اتعرفت بيك جدا انا كمان والله بجد انت راجل محترم الله يخليك ومزيكتك حلوه قوي بصراحه جدا ويا بخت كل التترات
بتاعت البرامج اللي انت عملتها وال والافلام والمسلسلات والحاجات الحلوه دي، انت بجد اضافه لاي عمل فيه. الله بشكرك والله. وجود لك ثانك يو. ميرسي. اشكرك. هنسمعك دلوقتي الوان السما السبع، فيلم من افلامك، وده نختم بيه فقرتنا. بشكر المؤلف الموسيقي استاذ تامر كروان على وجوده معانا النهارده، ونسمع الوان السما السبع، وبعد كده نشط رأس الساعه، وبعد كده هرجع لكم. خليكم عندنا لو سمحت. كلام خفيف مع شريف مبكور على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.